كنواصلوا معكم مشاهدينا في حلقة جديدة من الحقيقة، حلقة من الاعتراف والتواصل غير المشروط بينكم وبين نجومكم المفضلين لتوضيح الكثير من الأمور العالقة والأسئلة المثارة في الكواليس، الأسئلة المبنية على أقوال أفعال وأحداث شكلت موضوع نقاش الرأي العام لفترات طويلة. رمضان كريم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الفاس عفاس. بحمولة فكرية وفنية عالية، رقي وتمرس وتجربة طويلة منحته نظرة خاصة، نظرة عميقة للمشهد الفني بإيجابياته وسلبياته، سلبيات لم يجد حرجاً في انتقادها وفي التعبير عن سخطه الشديد تجاه مسببها، ليكون بذلك واحداً من أكثر الأسماء الفنية صراحة ووضوحاً. خصال ميزت نعمان الحلو، أحد أبرز الموسيقيين المغاربة، لتزيد من نجوميته التي كونها على مدى سنوات طوال. نجم شامل يتنفس إبداعاً، كيف لا وهو الذي غاص في بحر المغنى والموسيقى، ليطال من كل فن طرب، غناء، تلحين، تأليف، ومداعبة احترافية لأوتار العود. مواهب لم تأتي من فراغ، بل كان للتكوين الأكاديمي دور كبير في صقلها، لنشاهد هذا النجم على ما هو عليه اليوم عقب رحلة طويلة قادته إلى مواطن عدة، أبرزها الأراضي المصرية والأمريكية. تجارب أغنت مساره الفني بشكل واضح وأسهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته القوية، شخصية يثير تفردها العديد من علامات الاستفهام والتي نسعى لإيجاد أجوبة مباشرة عنها من خلال حلقة هذا اليوم من فاس عفاس رفقة النجم المغربي نعمان الحلو. مرحبا بك سي نعمان. شكرا شهرزاد على الاستضافه في البرنامج ديالنا. نعمان عندنا بزاف ديال الفقرات، ولكن الفقره الاولى هي كنرجعوا الضيف ديالنا فلاش باك وكان نشبهوه بشخصيه كرتونيه. داكو. الشخصيه الكرتونيه اللي شبهناك بها هي زورو. كيتسمى اسطوره الكرتون، وانت كتعتبر اسطوره الفن المغربي. اسطوره كبيره هذه الكلمه. باش كيشبه ليك زورو حنا ما كنعرفوش؟ باش يشبه لي يمكن لي تريفان لو غوني لا ديسكريسيون تا هي اون ديتيرميناسيون تنشوفها في الصوره لا ديسكريسيون بوتيتر عارف بوتيتر ما كتقولش بينك وبين راسك غير كنا عايشين في عالم الاخر اللي هو عالم الدمى وعالم الخيالي، ما نكونوش عايشين في هذا العالم اللي مؤلم نوعا ما. كاين بعض المقالات الماورائية تقول بأنه العالم اللي تنعيشو فيه حنا هو ماشي العالم الحقيقي، هو غير انعكاس لواحد العالم عشناه من قبل. أنا أؤمن كثير بالماورائيات، واخا تشوفني منطقي وعقلاني في كلامي، أؤمن أن العقل تيلعب غير واحد الدور صغير في حياتنا، وكاين أشياء كثيرة مازال ما شرحهاش العقل، وأشياء عمر العقل يشرحها. وهي الروح، وقل الروح من أمر ربي، كاين أشياء كثيرة لا نفهموها وهي موجودة. كنا عايشين في حياة أخرى. وهادشي اللي قلتي لي دابا كنتي غتختار الفن ولا ما كنتيش غتختار؟ دائما كنتي غتختارو. دائما دائما الموسيقى، لان هي لغه شامله تخليني نعبر على واحد الخلاجات اللغه غير قادره على استيعابها وعلى انعكاسها. في الموسيقى كاين تعبيرات صغيره ما يمكنش اللغه كما كانت اللغه تعبر عليها، الموسيقى تنعبر عليها. نعمان حنايا غنمشيو لاول فقرتنا اللي هي بلا زواق، وانا طمعة منك بلا ما تحتاج تجاوبني بلا زواق. سير سير جاوبني بلا زواق. ما عمري كان فيا الزواق. يلا نمشيو بلا زواق. سير اشنو كتفضل نعمان، المطرب، الموسيقار او الفنان؟ تا وحدة. تا وحدة. الموسيقي. علاش؟ لان الموسيقي مهنة. في هذا الوقت اللي اختلط الحابل بالنابل، اي واحد يمكن يقول لك انا فنان. أنا أعتقد أن الفنان صفة ماشي مهنة. فدابا أنت تتقدم برنامج. لما تتقدمي بقلبك فأنت فنانة. إذا الفن صفة وليست مهنة. وأنا أفضل التشبث بالمهنة على الأقل باش نختلف على الناس اللي الدخلاء. على الأقل عندي مهنة. كثير. فعلى الأقل عندي مهنة اللي هي الموسيقى. أعزف كذا آلة، دارس الموسيقى التطبيقية، النظرية، التوزيع الموسيقي، أحاضر في الموسيقى، فمهنتي موسيقي. منكم براسك تقول بان كنتاسف بان ما كاينش تكوين اكاديمي عند
بزاف ديال الفنانين كتقولها بينك وبين راسك، كتقول دوماج. وي كنقول دوماج. هي الموهبة كاينة. أها. شحال من الناس عندهم موهبة وموهبة. شنو كيزيد التكوين الأكاديمي؟ 80%. الموهبة 20. أها. والتكوين لو ميتي. المهنة. 80%. إذا نتصور شي واحد تتشوفو غير ب 20% بينما كان يمكن لك تشوفو ب 100%. فقط. واخا في واحد من حواراتك قلتي بأن 90% من حواراتك كتلقى نفسك في موقف تبريري، شنو السبب؟ لأنه هنا نرجع لك الكرة، لأن 90% اللي تيحاوروني تتكون أسئلة قريبة إلى الغباء. وأسئلة أجد. ما نجمع كل شيء. لا أنا قلت لك 90 كاين 10 زوينين. إحنا بدوك 10 ولا لا؟ أنت من داك العشرة والله. شوف خليني نقول لك على القضية. الحمد لله. حضوري معك اليوم شهرزاد غير أنك عندي عزيزة. أما لما قررت وقريت لقيت أنني ما خصنيش ندوز دابا، عاد دزت. فالموسيقى مهنة وعلم قبل ما يكون فن. فتصور لو كان عندنا كما تفضلتي واحد الجو فني أكاديمي كنا غنقدروا نعكسوا حضارة بلادنا بواحد الصفة مشرفة. غنرجعوا الحضارة ديال بلادنا وغنرجعوا هاد المواضيع كاملة، ولكن علاش في 90% من حواراتك كتلقى راسك في موقف تبريري؟ لأن تيسولك شي أسئلة اللي هو اللي تيسولك عارف الجواب أصلا، ولكن تيبغي غير باش يلعب لك في الماء العكير. يعني واحد 50 أو 60% ديال اللقاءات ديالي كلهم خلقوا لي فيهم مشاكل مع 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 فنانين أصدقائي، ولأن تيعرفوني أنا صريح. غادي نقول الصراحة. كنتي ضحية الصراحة ديالك؟ إيه ومازال غنبقى ضحية صراحتي. ولكن قلتي بينك وبين راسك، اسمح لي سي نعمان، قلتي بينك وبين راسك ما بقاش نكون صريح لان المجتمع ديالنا كيطلب النفاق. ماشي لا عمري ما قلت هذه الكلمه، ولكن قلت بيني وبين نفسي ما نبقاش نجاوب على شي اسئله اللي ما عجبنيش نجاوب عليها، وغنقول ما غنجاوبش، عندي الجواب وما نجاوبوش. كيما شي هذا نعمان اللي ولفنا خلقوا، لا خلقوا لي عداوات كبيره مع ناس والناس ما فهموش. لما تتعطيني انت رايك في شخص معين فانت ما تستعطيش رايك في هذاك الشخص، تتعطي رايك في الفنان في الظاهره. احدى النجمات العزيزات على قلبي تقلقت بزاف لانني دزت واحد البرنامج اذاعي مع شادا وقالوا لي شنو رايك في هذه الاغنيه ديالك، قلت لهم لا تعبروا عن مستواها. تقلقت. شكون هي الفنانه؟ اسماء المنور. خلقوا لي اشكاليه مع مفتاح. خلقوا لي اشكاليه مع الدوديه، بينما الدوديه انا واحد الناس اللي مشيت عندها واحد النهار قلت لها انا تنبغيك في الاعراس ولانك انت الوحيده اللي تتغني الشعبي وتتعزف، انت موسيقيه. فحوروا سولوني عليها. شرحتي الاسماء قلتي لها راه ماشي الهدف ديالي هو ما فهمتهاش. ما فهمتهاش. ولكن انا كني لها كل انا تنعرفها وهي صغيره اسماء، كني لها كل الاحترام وكل التقدير، ولما تيكون شي ملاحظه خصني نقولها لا واجبي كشخص كصديق نقولها لا. ما تتقبلوش اليوم النقد؟ لا النقد مزيان، ولكن لما تيكون جاي من شي واحد تيفهم شي يقول. لما غادي تجيب واحد ما عنده علاقه بميداني وينقدني لا اتقبله. شنو هو السؤال اللي ما تبغيش يتسولك؟ ما تبغيش يطرح عليك السؤال هذا السؤال نعمان الحلو؟ السؤال بصراحه ما عنديش دي تابلو. ما عرفتش. السؤال اللي عييتي منه قلتي ما بقيتش مازال بغيت. مازال لحد الان تيقول لي تكلمنا على بدايتك الفنيه، بينما يمكن له بانتاج في جوجل يقلب على البدايات كلها ويقراها. مازال لحد الان تيقولوا لي قلتي واحد المره على الدوديه شي هضره وهضرنا ولوكنا الكلام وعودنا. يعني الصحافي الذكي تيحاول يخرج منك اشياء ما سمعوهاش الناس من قبل، تيحاول يدخل معك للعمق باش على الاقل يميزك على فنان اخرين. ماشي تنقول انا احسن اعود ولا مش ترجم، انا ما احسن حتى من واحد ما خلف الوعد. كتقول مختلف، انت مختلف وكتقول باني انا فنان العمق. شكون اللي بحالك فنان العمق؟ كاين بزاف. شكون هما؟ في الموسيقى؟ في الموسيقى. الموسيقى كان سميتو سعيد شرايبي الله يرحمه. تتهضر لي على اللي حاضرين ولا اللي ولا كل شيء؟ كانوا بزاف. كان الراشدي كان افتقدوا العمق في دابا؟ جدا. كان افتقدوا العمق. التفاهة والسطحية غلبت علينا بزاف. كاين اللي تيكون عميق ولكن في التلفزيون أمام الكاميرا تيحاول يكون يعني بحجة البساطة. تيوقع في التفاهة باش يعني تيقول لك انا باش ندير البز وباش باش الناس تقبلني. تيمثل على راسو. انا بغيني كيما انا لولو تبغيني ولا ما تبغينيش الشغل كذا. لست هنا لارضي احد، وهذه الكلمة عاوتاني جبدات لي بزاف د المشاكل. تنقول انا لا ارضي الجمهور. لا الجمهور وفي نعمان وفي الفنان ليس هناك جمهور. ما كاينش الجمهور. كان هناك جمهور
دابا هنا كاين ناس تيكونوا تيزابيو تيشوفوك تيتبعوك، ولا ناس يكونوا تيزابيو تيشوفوك ما تتعجبهمش. الجمهور شحال هذه كان تيشري لي السيدي ديالك ويمشي ينتظر بالساعات السهره ديالك ويخلص التذكره ديالو ويدخل ويتبعك. اليوم ما بقاش. شكون الجمهور ديال نعمان الحلو؟ ما عرفتش. النخبه؟ ما عرفتش. لا لا، لما تدخل الروض اطفال تلقاهم تيغنيو بلادي يا زين البلدان ويا امانه عليك، واش ماشي نخبه؟ تنحاول الجمهور، تقدر نقول لك هو انا الجمهور المغربي. الجمهور المغربي كله جمهوري بالنسبه لي، ولو انا كلمه جمهور انا ديما عندي بين قوسين. يعني انا ما حاولتش نرضي الاذواق المشرقيه والمغربيه والغربيه. واخا حاولت نبقى داخل في الجذور. حتى كلمه نجم ما تتعجبنيش، النجم في السماء. وإلا كانوا غيشبهوني شي حاجه يشبهوني بالشجره. كتقال النجم لان تكون انتم مضويين كتشوفوا الاضواء وداكشي، داكشي علاش كيتقال النجم؟ هذا كلام زايد. الشجره الجذور ديالها، الجذور ديالها ما عندناش نجوميه في المغرب. الشجره جذورها، انا شجره جذوري غويصه وعميقه في الارض وفي التراب وفي الريحه ديال المغرب، هي لواحد الحضاره معينه سميتها المغرب. بكلامنا على تفاهه وسطحيه اللي ولات، كتشوف بان الاغنيه المغربيه اليوم بخير؟ il va bien. ما كايناش اغنيه مغربيه، كاينه اغنيه في المغرب. زمان كانت الاغنيه المغربيه عندها واحد الهويه، واحد المقومات معروفه. تنفتقدوا الهويه اليوم؟ ما عندناش، ماشي غير في الموسيقى. في كل شيء. الدراما في الموسيقى وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي كل شيء. نريد ان نقلد الاخر بحال الغرب وننسى ان لدينا حضاره كبيره، غير نتشبتوا بها بوحدها تميزنا على الباقي كامل. الاغنيه كتدخل كما قلتي في صميم ثقافه الشعوب. كتبين الهموم، الاحزان، الافراح ديال الشعوب. ارسطو قال عندما تدخل الى مدينه فاسال على مؤلف اغانيها. كاينه مقوله شهيره شعبيه كتقول اذا اردت ان تتعرف على شعب فاسمع الى اغانيه. افلاطون في المدينه الفاضله الموسيقيين جعلهم من الناس اللي تحكموا. ايضا من العشره اللي تحكموا. واخا اليوم الموسيقى ديالنا تقدر تكون مرجع لثقافتنا. هي مرجع لثقافتنا. الموسيقى الحالية، الأغنية هي مرجع لثقافتنا. هي مرجع لثقافتنا. بالضبط. هي مرآة لثقافتنا. إذا كانت ثقافتنا عالية فموسيقتنا تتعكسها، وإذا كانت هابطة وأنا أعتقد أنها هابطة. كي دايرة ثقافتنا اليوم هابطة؟ جدا. أنا في هذا الحوار مؤخرا قلت لهم إلا قالوا لي وضع إصبعك على نقطة الضعف ديال المغرب حاليا. قبل ما نهضر على الصحة والتعليم اللي هما خصهم مراجعة كبيرة، نهضر على الثقافة. نحن نعيش أزمة ثقافة. شو المشكل؟ مشكل في إعلام، عقم في الإبداع، الإعلام. المشكل الإعلام. ولا أتحمل مسؤولية الإعلام كامل. لا أنا ولا توصل. كاين مشكل في الذوق. لا كاين في الذوق العام حتى هو مشكل. لا ولكن هذاك، ولكن الذوق العام لما تتعطيه واحد، لما تتعطيه واحد الوجبة وتتعودها له وتتعودها له إلا كابت تيحتضنها تيقول أمان. أنا بالنسبة لي الإعلام. لأن الإعلام. أنت كتحمل المسؤولية 100% الإعلام. لأنه الإعلام هو اللي يمكن له يقلب على العميق وعلى الأصيل وعلى الفنان ويدوزه. وهادو فقط. لما دخلنا العالم البوز مزيان. ولكن اللي نسميه شوبيز، اللي نسميه عروض أزياء، أي شيء غير الموسيقى، موسيقى مهنة. شو كتقول بالاعلام؟ الاعلام ماشي غير الاعلام الرسمي، حتى العولمه بما فيها الفضاء الازرق والفضاء الاحمر اليوم اليوتيوب. شو كتقول بينك وبين راسك نعمان الحلو؟ شو كتقول شنو الحوار اللي كيجري بينك وبين راسك؟ تنقول نصاب كون بلادي نصفتني، ما نصفتنيش. لم تنصفني بلادي. ضيعتني بزاف. اش من ناحيه؟ ضيعتني لانه كان ممكن كون حطتني في اطاري الصحيح. نعطي اكثر، انا نتطور. انا حسيت بنفسي ما تطورتش كما يجب ان. شنو هو اطارك الصحيح؟ نفسي. هو تطوير الموسيقى ونخلقوا مدرسه جديده، ويمكن لنا، انا واحد من الناس ماشي بوحدي، كاين بزاف اللي يمكن لهم يكونوا معي. ونخلقوا واحد انعكاس حقيقي لهويه موسيقيه تراثيه واكاديميه. ما نبقاوش دابا حنا تشوف مثلا واحد الفيلم وثائقي على المغرب تشوف غير الفولكلور فيه، بحال احنا ما عندناش كونتومبوران. ما عندناش ناس يخدموا، ما عندناش معاهد موسيقيه، ما عندناش اساتذه، عندنا هذوك كاملين مما تيبانوش، وحتى الا بانوا تيبانوا مره واحده. لو تاباج عندنا على الاشياء التافهه. قليل فاش شي واحد تيسولني يمكن عمرها كانت. علاش استعملتي هذا المقام في هذه الموسيقى؟ وعلاش استعملتي هذه الجمله
وشنو معناها وشنو اختي. لا تسولوك تسولوك تيقول لك علاش ذاك النهار قلتي على ذاك الاشياء. هنا تنلقى راسي في وضع تبريري بينما انا وقتي ووقت ماشي وقتي، وقتي ماشي مهم قدام وقت المشاهد. عنده ما يدير بهذا التخربيق ديالي، شنو كليت وشنو نعس وشنو درت. ولكن ما كتلقاش بان المتلقي اليوم كيستهلك التفاهه وكيستهلك السطحيه. والله الا تيضحك عليها واسمع الله كيستهلكها، وبالتالي تيضحك علينا كاملين اقسم بالله، لانها لا تدوم ولا تعيش. مرارا وتكرارا قلتي بانك تطمح لمقرطات الاغنيه الاندلسيه لكل، وجعلها موجهه موجهه لكل لكل فئات. نجحتي؟ لا نجحتي في مقرطات الاغنيه الاندلسيه. خرجت البوم مؤخرا سميتو الاندلس الان، وخديت بينت مكامن القوة والجمالية وفصاحة الكلام، لأن الناس ما تفهموش نقولوا في الآلة الأندلسية، وهو فن عاش عشرة قرون شفاهيا، ما يمكن له إلا يكون نبيل. إلا ما تتبغيش عندك مشكل أنت، حاول تعطيه وقت واحد شوية الوقت وغتكتشف واحد النشوة ليس لها أي، ليس بعدها أي نشوة. لأن هي موسيقى عالمة وهي أقدم موسيقى حية في العالم. أنا أقول في العالم. وكاين واحد الميوزيكولوج سميتو الله يطول عمره سميتو عبد العزيز بن عبد الجليل، عنده كتاب تيشرح فيه علميا كيف ان الموسيقى الاندلسيه المغربيه هي النواه الاولى لصنع الموسيقى الكلاسيكيه العالميه، وانا حضرت على هذا في عده جامعات استنادا الى ما كتبه. فاش كتحضر في الجامعات وكتمشي؟ هي ماشي محاضره، تيكون وركشوب، تيكونوا معايا اربعه الموسيقيين وكل مره تنختار انتيم. مثلا غنختار مثلا تكون جامعه امريكيه وغنتكلم غنتكلم لكم على الموسيقى ديال العالم العربي. فتنبدا جوله من المغرب حتى الخليج. وفي كل هذاك تندير وقفه وتنشرح لهم. الا كان جمهور صغير بما معناه جمهور موسيقي وكنت في ان ديبارتمون دو ميوزيك، تنشرح لهم موسيقيا شنو هما الخصوصيات ديالنا، شنو هو ربع الوضع، شنو هما الميز ديالنا. والا كان جمهور كبير لا تتهضر معاه بصفه عامه. واخا الا سولوك العمال وقالوا لك شنو عندكم في البلاد ديالكم، شكون هما الفنانين اللي عندكم، شنو غتقول ليه؟ شكون غتقول ليه؟ الا قال لك، الا قالوا لي شنو عندنا، شكون اللي عندكم في البلاد في الموسيقى ديالكم؟ انا دائما كنهضر في الموسيقى. في الموسيقى غنهضر له على احواج وعلى العيطه وعلى الاله وعلى الملحون. شكون النجوم ديال هادو؟ لا بدون نجوم، بدون نجوم تهضر على الموسيقى بدون نجوم. الا هضروا لي في الكونتمبوران نهضر لهم على الدكالي والراشدي. دابا كتهضر على النجوم؟ اييه الراشدي والدكالي وابراهيم العالمي والشقاره. ما نهضرهمش على راسي وما نهضرهمش على جيلي كله. ما علاش ما تهضرش على راسك؟ لان حتى واحد انا مازال ما بلورتش الصوره في رايي الحضاريه اللي في مستوى البلاد. ما بلورتيهاش مازال، راه يجي في الطريق. انا خدام ما واقفش مي مازال واخا لا ارضى على نفسي. واخا كتمتاز بالضحكه، عندك واحد لو سوغيغ سبيسيال. فوقاش الضحكه؟ ما تنعرفش والله، فوقاش الضحكه الكذابه والضحكه الحقيقيه؟ والله ما عندي الكذاب، كل شيء حقيقي. والله الا كل شيء حقيقي. هاد الايام كنت في قول ميم وعرضوا علي واحد العائله شربت معاهم اتاي، وناس محافظين ما عندهمش كاين يمكن حتى مع الغناء. لما كنت خارج جاو عندي قال لي بغينا نقول لك واحد الشهاده. قلت له شنو؟ قال لي انت الوحيد في الفنانه اللي شفناهم في حياتنا كاملين اللي بالضبط هو في التلفزيون وهو في الواقع. دونك لا العبوا دورين. كان اليوم كيعاني المجال الفني من التصنع. هو لانه صناعه، انت التصنع راه جاي من كلمه الصناعه. قلتي قالت لك العائله بان كما كنشوفوك في التلفزيون انت هو انت هو. دابا انا تنقول للناس اللي تيشوفوني انا الا مجيتي وحياتي مع زوجتي وبنتي واصدقائي راه انا هو هذا، ماشي لانني جالس امام كاميرا. كاين اللي كيلعب دور امام الكاميرا 90% 90% تشوفوه في شكل وفي الواقع تلقاه بشكل اخر. اشنو بغاو دوك 90% كتهضر عليهم؟ يتجمل. علاش بغا يتجمل؟ شنو بغا يبين؟ هو ماشي غير هذوك اللي في الكاميرا، البشريه كلها تتبغي تجمل. قال له انا لا اكذب ولكنني اتجمل. يعكس الصوره التي يتمنى التي يتمناها. يتمنى ان يكون بطريقه فيعكس تلك الصوره. كون انت حتى واحد فينا ما كامل. انا العيوب مغطياني يعني من هنا حتى لهنا، كلنا عندنا عيوب. العيب اللي كتعاني منه الزوجه ديالك شنو هو؟ اللي كتقولوا كتقول لك نعمان هذا العيب ديالك خصك تبدلو. وحدانيه، انا وحداني جدا. ما عندكش مع الناس. وقد لا تراني هي ايضا ولا بنتي لمده طويله. ندخل في خلوات اقلق على نفسي. كتوم لا اشتكي.
عمرك ما تلقى نعمان تيشكي لشي حد؟ لا حتى في امام الكاميرا. كتشكي من الاغنيه؟ لا تنشكي لما تيكون تهم الفضاء العام او تهم الفن المغرب او الفن المغربي. مين نهضر على راسي؟ اللي عندك شي هم لمن كتقولوا نعمان؟ ما تنقولوا حتى لواحد حتى حد. يمكن هذا غلط ايضا من الاغلاط ديالي. ما كتعاود لتا شي حد؟ انا عاود لالاتي الات الموسيقيه ديالي تسمع لي مزيان. مراتي زوجتي تتفهمني بلا ما نهضر. بنتي الصغيره ما شاء الله عليها الله يحفظها راديا بابا كيسكو تويا والو بنتي. لا بابا كاين شي حاجه عينيك ماشي تتقرا لي في عيني. القراب اللي تيقراو لي في عيني. لا تصنع ولا اريد ان اكون نجما ولا اريد ان امثل على احد. انا هكا خذوني كامل. نعمان الضعيف فوقاش مسموح يخرج داخلك؟ تصدر على البكاء؟ لا نعمان الضعيف. ضعيف نعمان ماشي القوي. ضعيف كلنا عندنا شخصيات ضعيفه داخلنا. انا دائما ضعيف دائما هش. ولكن مش هادشي اللي كيبان لينا. لا هش كيبان لنا قوي الشخصيه. هش هش في جزئيات صغيره. هش لما بحال دابا نعطيك مثال. نعمان لا يبكي الا لما يكون فرحا. يمكن مثلا نشوف فيلم حزين وما نبكيش ونشوف فيلم فرح في قصه نجاح ونبكي لوحدي. كتبكيك الفرحه؟ فرحه. ما كيبكيكش الحزن؟ واخا. مع مرور الايام فاش كيدوز النهار كتقول داز الحمد لله داز ولا كتهز الهم النهار اللي جاي؟ اولا انا مصطلح الندم غير موجود في في قاموس. وربي عطاني واحد النعمه جميله من اجمل النعم النسيان. انسى كثيرا والتوجس والخوف اللي كاين من الغد ماشي شخصي مش على المستوى الشخصي على المستوى العام. فين غادي فين غادي البلاد على اي توابل؟ شكون حنا؟ واش حنا الغراب ولا الحمامه؟ يعني انا تنشوف مثلا هاد ال 15 عام الاخيره نحن نضيع بالمبحات ونمسح حضاره بنيناها خداتنا 8 القرون. في توابتنا في قيمنا في موسيقتنا وفي عمراننا اللبسله اللبس مازال الناس يلبسوا بغريب. كتخاف من غدا نمشي لك لبلاصه اخرى؟ كتخاف من غدا على بنت على عائلتك؟ انا عائلتي هي المغرب. لا اخاف على العائله الصغيره ديالي. غنكون اناني. انا لما تمشي للشارع وتنشوف ولد مسخ ناس في التروطوار تحسبوا ديالي ولدي لان منك يديك ولدك سميتو مغربي حسوب عليك. واخا غنشوف انا وياك واحد لا فيديو غنرجعوا نعلقوا عليها. يلا مشينا. تحيه للمغرب الحبيب. تحيه لكل الفنانين المغرب بعزيهم لانه انا عارف وديع صافي هو في كل الوطن العربي والعالم العربي. بعزي الوطن العربي بعزي لبنان بعزي عائلته برحيل العملاق المعلم وديع الصافي. اسم ما بيقدر الموت يطوي. بيقدر الموت يغيبه بالجسد أما هالكبار يلي بيزرعوا هالأصالي فينا الجمال هالعظمة هيدول الناس ما بيقدر الموت يطويهم رح يبقى في. نعمان شنو كيعني لك رحيل وديع الصافي؟ عقلنا بانك كل شيء من الناس اللي كيتقبلوا العزاء مع عائلته. اه لانه كان ابي الثاني هو كان يقولها وعدت ان اخر ما غناه هو من الحاني ولكن العلاقه اعمق بكثير من ذلك. كل شيء سوى الحزن فرحه. الدار سالته مزيان مشى وارتاح. انا ما تنحزنش للناس اللي تيموتوا. كتخاف من الموت؟ لا انتظروه. عمري قلت هذه الكلمه لشي حد بشغف لانني اؤمن تماما بأن هناك حياة بعد الحياة. نتسنى الموت. انتظروا لأنه عالم آخر. انتظروا بشغف. كاين واحد باش نلخص لك الجواب. كاين واحد الشعر ديال عبد العزيز محي الدين خوجه هو صديقي هو سفير المملكة العربية السعودية في المغرب تقول فيه مر يوم ثم ظهر ثم أكثر رحلت عني عصافير دهاشي لم يعد في النهر ما يغري ويبهر لم يعد في النبه حلم العطاش. انا جاوبتك. واخا
غنمشيو كيتك لا غنمشيو غنمشيو للفاصل، ولكن قبل انا فضوليه هذا ولا فيديو ديال نعمان الحلو مع في الجنازه ديال وديع الصافي اثارت فضولي. انت اللي خديتي لي زانترفيو مع الناس؟ ماشي اللي خديت لي زانترفيو، انا اللي كريت الكاميرا وكريت الفريق اللي غادي يرافقني مده الجنازه كلها وصوبتها وهديتها للقناه المغربيه وفاء لذلك الرجل فقط. قبل ما نمشيو لقاس حسن من كذاب غنمشيو الفاصل ونرجعو. انت باقي معنا ياك؟ انا معك من دابا شويه. قاس حسن من كذاب مازال معك. مشاهدينا ضيفنا هو نعمان الحلو، فاصل وراجعين باش نمشيو فيه. نعمان، إلا بغينا نعرفوا اليوم بكل صراحة، واش الفن اللي قدم النعمان ولا النعمان اللي قدم الفن؟ اللي قدم الكثير الفن ولا الفن اللي قدم الكثير النعمان؟ الفن اللي قدم النعمان قدم لك. أنا شوف في الميدان ديالنا كل ما تزيد فيه تكتشف بأنك لا تعلم شيئا. بحر كبير وعميق تكتشف أنك لا تعرف شيئا وتريد أن تنهل أكثر. باقي عندك ماشي الفن ديال التلفزيون اللي تنقدموه، الفن بصفه عامه بغض النظر على الاعلام. لاخ لاخ افيك لو كونت. باقي عندك الطعم؟ باقي النجاح عنده طعم عندك؟ انا جاوبت قبيله بالبيت الشعري، لم يعد في النهر ما يغري ويبهر. ما بقيتش نهارك وتا يغرك حاجه. رحلت عني عصافير اندهاشي، ما بقيتش اندهش للاسف. شنو بعد القمه؟ شنو كاين؟ قمه النجاح؟ ما كاينش القمه اصلا. ما كايناش القمه في النجاح. غلط. لو سومي دو لا ريوسيت ما كاينش. شوف هو اذا كانت هناك نشوه فهي في الطريق ليس في الوصول. والوصول دائما بين قوسين. تتكون تتسنى نهار الحد باش ترتاح. ما تتكون انت اسعد نهار السبت لان تتسنى الحد. لما تيكون تيجي الحد تقول هو يتسالى. تتكون لما تتكون في المكان اللي وصلتي له تتكون حزين. فمتعه الانتظار والمشي والطريق اهم من الوصول. العراقيل اللي تلقيتيها في الطريق تنتلقاو العراقيل مازال، واش هي اكثر من العراقيل اللي تلقيتيها من بعد الوصول ولا قل؟ فهمتي السؤال ديالي؟ الوصول عمره ما كان. ولكن وصلتي للناس، كيعرفوك الناس. اليوم انت مرجع في الفن نعمان الحلو. اجابك الله. انا تنقص مع موسيقيين ومنهم مثلا لك مثال زياد رحباني. تجلس معاه تنحشم نقول انا موسيقي. اسطوره في الموسيقى. ولد فيروز. بس تقال تقال في الفن في اشياء كثيره. انا عشت مع محمد عبد الوهاب وعشت مع وديع الصافي مع ابراهيم العالمي وعبد القادر الراشدي والطيب العلاج كانوا ناس هي ماشيه ومشيو تتكبر، هي ماشيه وتتصغر. شنو العراقي اللي تلقيتي من بعد؟ انا اول شيء ان بلادي حاربتني. كيفاش لما تنقول حربتني ما عطاتنيش فرصي. نعطيك مثال، المهرجانات كلها الكبيرة المسيسة. لا شاركتي في موازين؟ شاركتي في فاس؟ لا ما يمكنش. تنقول لك ما عمرك ما شاركتي في موازين؟ موازين شاركت مرة بس لا وعيطوا لي هذه سنة هذه عامين قال لك تشارك. قلت لهم فين؟ قال لك في منصة المغاربة. قلت لهم احتراما للمغاربة واحتراما لمدينة سلا لا علاش تهزوا هذيك المنصه بالضبط وتحطوها سميتها منصه المغاربه يغيبوا عنها الاعلام ولي بونكارت وكل شيء غير باش زعما ضارون في الرماد هاكم ما تصدعوناش. مهرجان الموسيقى الروحيه بفاس ما تجيش فيه بينما تجي مهرجانات في العالم كامل. حقي في الشغل لا اخذه تياخذوا الاجنبي. انا تنتج اعمال تنخدم كل عمل تنخدم لي عام وعام ونص باش ندير لونتروبولوجي على تافيلات وعلى الشاون وعلى دابا صوب زاكوره وعلى السا وعلى وزان وعلى تندير عمل تنخدم عليه عام ونص يمكن ما نعطيه لهم ما يدوش. انا عندي شي 12 عمل اللي صورتهم ما تيدوزوش في التلفزيون. علاش ما كيدوزوش؟ تيقول لك هذا يجيب لنا المشاكل. لما تنغني اغنيه على قوارب الموت، لما تنغني اغنيه على اطفال الشوارع، لما تنغني اغنيه على اطفال المرضى بالسرطان. الاغنيه الهادفه ما عندهاش بلاصه معنا. ما عندهاش بلاصه. تيقول لك هذا غيجيب لنا غير الصداع. بلاش خلينا ننشطوا. حنا عندنا الموسيقى
مرهونه بسهره السبت بالنشاط ماشي بالفن كسمو. شحال من تلفزيون عندنا في المغرب ما عندناش برنامج واحد فني يناقشك على فنك؟ لا غير انت كاينه شاده تي في قناه موسيقيه مغربيه. واه قول لي شي برنامج يناقشك في 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 برامجك الفنيه. لا كاين برامج انا ما شفتهاش. ها هو البرنامج اللي كنناقشك دابا. لا هذه مواضيع انسانيه ما عندهاش علاقه بالفن. لا كنناقش الفن، كنناقش الفن والفنان الانسان وكل شيء. فهمني راك فهمتيني شنو بغيت نقول لك، انا فهمتيني شنو بغيت نقول لك. تنمشيو للوسائل الخارجيه اللي توضعني في موضع تبرير وماشي في الوسائل اللي نقول اللي نشرح فيها من اين استمد فني وكيف اشتغل وشكون الموسيقي اللي معايا ربما واحد البرنامج كان سميتو سي مافي قرب الناس بزاف مني وانا تنشكر شاده تي في عليه، ولكن بصفه عام انا ما تنتكلمش عليها. شاده انا اعتبرها بنتي لان نهار كانت سميتها لكل الناس قبل ما تكون سميتها شاده ومشاو الفريق باش يدافع عليها في الهاكا على واحد الناس مشي دافعت عليها. تهضر على شاده اف ام. ايوا من بعد كبرت هي ولات شاده تيلي. واعمالي كلها وتوزيعها سما ماستر اللي تابعه لشاده ولا اربح منها شيئا لان شاده ايضا لا تربح منها شيئا غير باش نكونوا حاضرين. واخا كاينين بزاف ديال الاسئله اللي بزاف ديال الناس اللي كيبغيو نعمل الحلو باغي الاجوبه عليهم. بحال الغموض اللي كنشوفو في شخصيتك نعمان، لاش راجع؟ هو ماشي غموض، هو ازار. بالانجليزي سميتو فيل. انا من الناس اللي سنحط دائما ان فيل في علاقتي، علاقتي كاملين حتى مع زوجتي، لانه هذاك الفيل تنسميه حجاب والاحترام. شتي الا خيرتيني وقلتي لي واش نبغيك ولا نحترمك غنقول لك بغينا يخلي عندك احترمني اكثر. لان الحب قد يكون عبيطا في كثير من الاحيان، قد تحب احدا ولا تعرف لماذا. الاحترام لا، الا احترمتي شي واحد اذا يستاهل. الاحترام يكتسب، المحبه عبيطه بعض المرات تكون والحب. دوك انت كتبغي تبين ديك الشخصيه الغامضه للناس؟ لا والله ما تنبينها، انا غير اضع حجابا خفيفا جدا بين عوالمي الداخليه وعوالمي الخارجيه. عوالمي الداخليه فيها كثير من الاشياء تضحك، بيني وبين نفسي تلقى راسي بعض المرات اردد جمله غبيه جدا، ولكن تنقول علاش تجيني بزاف، وتنقلب في الدواخل ديالها تلقى فيها شي حاجه زوينه. شيء من هذا القبيل. التألق والتميز كيولد الكثير من ردود الافعال، ياك؟ ولكن هذا ماشي موضوعي، موضوعهم. نشوف واحد الفيديو نعلقوا عليها. صباح الخير يا سي مصطفى، واش هذا سي مصطفى ولا مات؟ الله تيزدرك بكتب حرام وجوع. قلد نعمان الحلو، تقلقت. جاوبك؟ تقلقت. ماشي غير ما تقلقتش، وإنما قبلت أنني غندوز معاه في 20 في الشهر جوان في لو فيستيفال دي غير وغنطلع وغيقلدني. بالعكس. ما تيقلدنيش هنا. تقلد واحد الظاهرة فنية سميتها نعمان الحلو. انا بعيد على الموضوع، انا بعض المرات تنقرا دي كومونتير تلقاهم تيشبوني تنبقى نضحك. لا احس بالموضوع شخصي. لا ولكن هو ما هو بالعكس هو جميل. وقال الفنان الوحيد اللي كيضحك هو كيغني. لا جميل جميل. حنان وسميتها حنان حنان الفضيلي. حنان الفضيلي حتى هي دارت نفس الشيء الفد. بالعكس ما كيقلقكش الموضوع. لا انا تال الصباح بقات كي تيقولوا تقلدني ولا تعوج فيا ولا مشكلتهم ماشي مشكلتي. كاين اللي كيقلقوا التقليد. واحد النهار كنت في الاستوديو، دخلت للاستوديو وهم يقولوا لي راه الفد هنا. بقيت نقلب عليه ما لقيتوش، حتى لقيته في واحد البيت مخبي مني. ما بغاش يشوفني، خافني. هذا حسن الفد. حسن خافني نكون شفت ذاك الفيديو اللي كنزل عليا ديال المدينه القديمه اللي بدلها ونكون تقلقت. صاحبي واش انت عبيد؟ اجي انا وياك نطلعوا للتلفزيون وخالدني تنشبه. ما عنديش هذا المشكل. مناش جاي هاد الشخصيه اللي كنشوفها اليوم؟ جايه من تجارب، من تراكم تجارب، تراكم صدمات، تراكم فقط فقط من هاد الشيء فقط. حاجه على حاجه على حاجه على حاجه، وربما تتعلم من السلبيات اكثر من الايجابيات. انا دازت علي اوقات صعيبه جدا. علاش نعمان؟ دازت علي اوقات والله ما كان عندي ما ناكل. ايه وانا في الغربه، ولما كانت الغربه غربه. امريكا. امريكا وحتى في مصر. ربما ماشي بالمعنى ما ناكل، مي واقف غالب الله، ما خدام ما والو. شكون لقيتي في ذوك الاوقات؟ لقيت غير راسي. ولا قال لك شي واحد انا عونت نعمان، انا تنقول له في الكاميرا راك تتكذب. حتى
حتى اذاعه والتلفزيون حتى التلفزيونات البلاد اللي خصها عندها امكانيات ماديه ضخمه واللي يمكن لها تخليني بحقي نمثل المغرب في بلدان في لقاءات بين التلفزيونات العربيه وفي تخروبيه ولا تنخدم المشغل متوطن حتى المهرجانات حتى يحاربوك في رزقك. ولكن انا اوغوزمون انني اؤمن ان الرزق الفلوس رزق والرزق هذا الله عمرك تناقشوا ما خصني والو ماشي انا لا اشتكي واخا البرامج اللي كتعرض في التلفزيون شنو رايك في كوك ستوديو كيجمع جوج فنانين من اجيال مختلفه؟ انا اتصلوا بيا وما قبلتش اتصلوا بيا كوك ستوديو ما قبلتش لانه وباش نكون معك صريح الهدف كان مادي لانه انا اعرف كوك ستوديو في بلدان اخرى واعرف الحاضن هو شركه مشروبات عالميه وتعيطوا الفنانه المغاربه وضحكوا عليهم وانا ما قبلتش من غير هذا الشيء الاطار الخارجي زوين اللي هو التصوير والفضاء الانسايد ما عجبنيش كاين اغاني بزاف تكرفسوا عليها جابوا موزيع ولا جوج وعطاهم اغاني اكبر منهم كانوا يجيبوا يكثروا موزعين ويكثروا ما عييتيش من مواقف ديالك والاراء ديالك اللي كما قلتي لي ما بقى قد ما فات كما قلتي لي قبيله الله يعطيك طول العمر شكون نديروا في 35 عام ماشي في 53 لا لا الله يعطيك طول العمر قلتي لي قبيله بان بزاف الناس قلقوا منك ما عياوكش مواقف ديالك والاراء ديالك صريحه شوف سي تان باكيج خذني كما انا ولا تركني كما انا لن اتجمل ولن اتذوق كي تقول واخا شكون الفنان المغربي اللي كتشوف بان كيستاهل تكريم ولكن مهمش للاسف عبد الواحد تطواني مثلا عبد الواحد تطواني وناس ما تتعرفهمش ما باينينش في الصوره اصلا انا تنعرفهم فنانين كبار ما عندهمش هذاك الجانب الاخر اللي يمكن لهم يوصلوا به النجوميه ما وصلوش النجوميه تقصر منهم ماشي غير منهم حتى من المجتمع يعني المجتمع لما تمشي مور البوز ومور المغنيه اللي لابسه اغلى شيء واللي اشياء بوز تبتعد عن الجوهر اللي هو كان واحد الفنان جميل جدا سميته السقاط ماشي عبد الرحيم السقاط كان رائع برونجا كاين كثير الفنانين ما خدوش حقهم واخا شكون اللي كتشوف بان عنده موهبه وصوت كبير لكن للاسف ظلموا مصطلح البوز حاتم يدار حاتم صوته جميل وعنده حتى تشكليا مقومة النجم لما دار هذا الكليب التالي انا انتقدته يمكن ما عجبوش حنا ما شفتوش من بعد ولكن خصني نقول له هذاك العمل اللي انتقدتك انت بنفسك الا شفت شي مغني ولا شي حد اجنبي تيهاجمك غنهاجمو بواحد الطريقه الشرسه حتى انا ديالي اخويا ولدي ديالنا فهمتي فهمتي الاحساس شنو هو ما توفقش في الاغنيه الاخيره من حقه يغلط ولكن من واجبه يعتذر كما قلت ويقول الجمهور نتلاقاو في عمل اخر صافي غلط سمحوا لي بوان الانسان تيغلط سال الموضوع سعيد الصناجي وقع له مشكل اعتذر للناس سال الموضوع الحديث معك شيق وعنده كثير الدلالات والحكام وغنمشيو انا وياك الحق الراد انت واجد واجد مشينا في هذه الفقره نعمان غنعطيك مجموعه الاتهامات اللي موجهه لك وغترد عليها معروف انت بصراحه ديالك رجعنا للتبرير سير مرحبا ولكن الفنان لان معرض للاضواء وانت ما كتبغيش هذه الكلمه ولكن ما نقولوش النجوم نقولوا الفنانين اللي العمل ديالهم هو في الاضواء معرضين للانتقاد لازم ياك لازم واخا شنو ردك على بعض الناس اللي كيتهموك بانك هجم الاغنيه الشبابيه ورافض نجاح فنانين الشباب غنجاوبهم غنقول لهم غير هاد الشهرين اللي دازت خرجوا جوج الاغاني وما تنعرفش ماليهم وقلبت على تليفوناتهم عيطت لهم ونيتهم زكريا الغفولي والبولماني
وسرحان، هذا اللي داز في البرنامج الاخير ديال دو فويس. نظن عصام سرحان. عصام سرحان بالعكس ما ارى شيء ان يفرح الله يلا سنقلب على هذاك السيد ولا الشخص ولا المطرب او المطربه وتنهني. ولما تلقى تفاهه والغريب في الامر ان مرات تلقى تفاهه جايه من الانسان عنده ما يقول. علاش تقول له علاش باش غير باش تبان؟ اه تنتفقس عليه سي سا لو تيرم. تنكعش عليه تنتفقس عليه. واخا اسمح لي قلتي بان كاينه واحد الاغنيه جمله في اغنيه وزان دار الضمانه خاص تكون عندك دكتوره باش تبدعها. قلتيها هذه؟ لا ماشي باش تبدعها باش تغنيها. باش تغنيها. واش ما كتشوفش بان كتبها بمسارك الاكاديمي نعمان الحمدي؟ لا هو اولا ماشي مساري، وهذيك الجمله جايه من التراث. ممكن صعيب تاخذها. الا خديتي هذيك الجمله قلتي خاص تكون عندك دكتوره باش تغنيها. لانه بواحد الحركات الى عبرتيها في الفيزياء، لانه الفيزياء عباره عن ترددات صوتيه ورياضيه مضبوطه 100%. يمكن واحد اللي يقدر يجيبها ولكن ما تيغنيش الاغنيه العصريه هو باجدوب او الصويري. صعيبه جدا وهي من التراث المغربي. لا بعيد زعما على، انا تنقول على نفسي ارمي نفسي الورد، بعيد جدا 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 جدا. وانا هو الانسان اللي مثلا اللي بعض المرات اقسم بالله تنخرج في الشارع وتنقول للناس الناس تيشوفوا فيا ياك ماشي حاجه مقطعه، عاد تنسى بانني مشهور. لا اعيش، وانت تعرفين وانت تعرفين. لا انا كنعرفك. لا انا وانت تعرفين. انا ما تحسبنيش اليوم. لا الناس اللي تعرفوني كاملين اللي عرفتوا بهذه تعرفوني بانني ابسط من البساطه ذاتها. زعما نلوح على نفسي الورد نقول انا غيان دي تو جو سوي غيان دي تو شي موان كو غيان لما تنقارن نفسي بناس اخرين. انا اتكلم على اشياء من المفروض ان كل فنان يكون عنده مغربي، لان عنده علاقه بهويته بحضارته بجمله الموسيقيه بموسيقته. اشنو اكثر اتهام اللي توجه لك وقلتي بان الغرور غلط؟ الغرور. قالوا لك انك مغرور؟ كثير هاجموني يقولوا متكبر. وبعض المرات هذاك التكبر اللي تيبان لك يمكن يكون خجل. تيبان الناس تكبر. فلو كان تيقلقني من بعد. نعمان كاينين فنانين اللي يلاه بداو عندهم شويه المتابعين في الريزو سوسيو، عندهم اغنيه ولا جوج الاغاني ناجحين، يلاه بداو المسار ديالهم. حنايا كنلاحظوا بان تغروا، كنلقاو واحد الغرور غير مبرر، واحد الطريقه في التعاطي لا مع الناس ولا مع الصحافه ولا مع الاعلام ولا مع الفنانين زملائهم. تيمكن يكون هذا الشيء ولكن تيمكن يكون العكس. بحال دابا قبيله انت قلتي لي نعمان تتبنى قوي وانا قلت لك انا هش. اذا صورتي ما اظنه في نفسي غير ما تظنه انت فيا. يمكن يكون هو نوع من الخجل. وخليني نقول لك واحد الكلمه، الانسان لما تيخرج من حياه عاديه جدا لحياه الاضواء، الاضواء راه اضطراب نفسي صعيب. انا واحد النهار نعيمه سميح قالت لي نعمان انا مليح ما حماقيتش راه كله لاباس. قالت لي انا جايه من اسره بسيطه جدا في عائله محافظه بسيطه جدا، ولا غدا لقيت نفسي نجمه كبيره والحسن الثاني تيسبق عليا. راه كنت غنفليبي. سير في هذا الاتجاه، ماشي دائما تقول هذا مغرور وتو ليون فو. حاول تقلب شنو، ربما ما يكونش غرور. اما اذا كان غرور انا تنصحو يشوف الطبيب. الانسان المغرور هو انسان مريض. لان تتغر على شكون؟ على من؟ على ناس اللي هما اللي خلاوك تحت الاضواء. لان هذوك الناس اللي ردوك نجم بالمعنى ديالك، ما كاينش حاجه سميتها نجم. او اللي ردوك انسان مشهور، بلا بهم كنتي غتبقى فنان ولكن ما تكونش مشهور. هل تتكبر على ناس هما صنعوك؟ اذا انت مريض، مشي للسبيطار. انا هذا رايي. نعمان اذا رجعت معك فلاش باك ساعه قبل البرنامج، قبل الدعوه ديالنا ولا لا؟ نقبلها لسبب واحد، لانك انت. الله يخليك. انا عزيز علي انت وعزيز علي اختك. شكرا. والله وعزيز عليا. انا عارف قبل ما تنشوف شنو تقولي تنشوف عندي واحد عطاني الله سبحانه، تنشوف هنا وتنشوف هنا، تنعرف شنو القصد من الموضوع. وشحال مره تندخل البرنامج تنعرفو بغي يضحك عليا وتلعب معاه اللعبه. وكم جميل ان تتغابى امام انسان وهو يظن انك غبي، وانت تتغابى امامه وتضحك. والمغاربه شتي يمكن بها غنسالي. ما عرفتش واش مثلا عندك شي سؤال. صدقني لا ارمي عليهم الورود. شعب المعدن ديالو رائع نقي زوين ما فيهمش البغض. كاين استثناءات ما تنقول لك بصفه عامه، ما فيهمش البغض، ما فيهمش الحسد، ما فيهمش الرياء لما تقارنهم مع شعوب اخرى. خلاص
نعمان غنعطيك هاد لاكارت فيها غتكتب اعتذار او لا اعتراف او لا ميساج توجهه لشخص. ما غنقراها حتى لاخر حلقه في البرنامج ديالنا بحال ضيوفنا اللي دازوا معايا في البرنامج. تفضل. ميساج الناس اللي كيشوفونا نعمان. ميساج بغيت نقول بانه الناس اللي ما سافرتش كثير يمكن ما تعرفش القيمه ديال هاد البلاد اللي عندنا بمساوئها ومحاسنها وكل شيء، ولكن لما قلت يا جنات على حد تشوف، او لما كتبها الشاعر الكبير سي محمد السقلي وغنيتها كنت اعي ما اغني. شكرا لانك كنت معنا. شكرا. تري بيان. ميرسي. على رأي الشاعرة والأديبة السورية كوليت خوري، ما أقبح المجتمع الذي لا يحب الصراحة. هذه الكلمة الصغيرة كتختزل كثير من معاني النبل، الاتزان والتصالح مع الذات. نتمنوا أن ضيفنا نعمان الحلو كان صريح معنا وقدر ينال الرضا التام من قبل الجماهير المحبة لأعماله وإبداعاته. ما بقى لي إلا نودعكم على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم.